My dear students, my lovely students, how are you today? I miss you so much. Mr. Nasri loves you so much. حبايبي أبطال الصف الخامس الابتدائي، هنبدأ مع بعض Unit 1. We plant our food. بعد ما نزل الكتاب هنقرأ محادثة شيقة، هنتعلم نسأل ونجاوب عن أشياء مفضلة لدينا. هنعرف الفرق ما بين a little, a few. هنحل تمارين كتير، هنتعلم مع بعض حاجات كتير. Unit 1, Lesson 1. الدرس اسمه Food and Drink. Food طعام، Drink مشروب. Listen and read. استمع وإقرأ. Does فريدة think chocolate is healthy؟ هل فريدة تعتقد أن الشوكولاتة صحية؟ Healthy صحي، unhealthy غير صحي. Health الصحة نفسها. What's your favorite food؟ ما هو طعامك المفضل يا فريدة؟ يا دي أضع كوما قبل الاسم، يبقى ليه بنضع قبل فريدة كوما؟ علشان ده اسلوب نداء. What's your favorite food فريدة؟ السؤال عن الطعام المفضل. What's your favorite food فريدة؟ طب السؤال عن المشروب المفضل. What's your favorite drink فريدة؟ السؤال عن الرياضة المفضلة. What's your favorite sport فريدة؟ السؤال عن اللون المفضل. What's your favorite color فريدة؟ الإجابة فريدة بتقول لنا That's easy. That's easy. ذلك سهل. Easy سهل. Easy سهل. طب عكسها Hard صعب أو Difficult صعب. It's chocolate. It's chocolate. طعام فريدة المفضل هو إيه؟ الشوكولاتة. طيب في إجابة تانية يا مستر؟ طبعا ممكن فريدة تقول لنا My favorite food is chocolate. إجابة تالتة يا مستر؟ I like chocolate very much. تلات إجابات. It's chocolate. My favorite food is chocolate. I like chocolate very much. دينا ما عجبهاش الكلام ده ولا عجبها؟ هنعرف مع بعض. I love chocolate too. طلعت كمان دينا بتحب الشوكولاتة، طعامها المفضل هو الشوكولاتة. But ولكن it isn't healthy. إنها ليست صحية. Is it أليس كذلك؟ Is it هنا سؤال مزيل ينتهي الجملة، يتزيل في الجملة معناها أليس كذلك. It isn't healthy. إنه ليس صحيا. أليس كذلك؟ فريدة هتقنعها دلوقتي ولا لا؟ I think أعتقد it's okay. حسنا to eat a little. To eat a little. حسنا إن أنا آكل ولكن قليلا. A little. A little يعني قليل. خلي بالك a little دي بتحب الكمية، يعني اللي بيجي بعد a little لازم يكون uncountable noun، يعني كمية ما أقدرش أعدها. عايز أقول قليل من السكر a little sugar، قليل من الملح a little salt، حاجات ما أقدرش أعدها، قليل من المياه a little water. لو عايز أقول قليل مع أسماء جمع هقول a little. أوعى تعمل كده. عندنا a few. A few يعني قليل، ولكن لازم يجي وراها جمع. عايز أقول قليل من الموز a few bananas. خلي بالك a few لازم يجي وراها بلورال جمع. طب عايز أقول قليل من المانجو a few mango. غلط يا مستر. a few mangoes. طماطم قليلة a few tomatoes. بطاطس قليلة a few potatoes. طيب لو عصير قليل a little juice. حليب قليل a little milk.
كمية a little جمع a few هما الاتنين معناهم قليل. I think it's okay to eat a little أعتقد من الجيد أو حسنا إن أنا أكل قليل من الشوكولاتة. But yes ولكن أنا موافق معاك. It's unhealthy. It is unhealthy. إنه غير صحي. If you eat a lot. A lot هنا معناها كثير. بتيجي مع الكمية وبتيجي مع الجمع. عايز أقول شوكولاتة كثيرة. A lot of chocolate. عايز أقول مياه كثيرة. A lot of water. عايز أقول طماطم كثيرة. A lot of tomatoes. عايز أقول بطاطس كثيرة. A lot of potatoes. يبقى عكس كلمة a little a lot of عكس كلمة a few a lot of. A lot of بيجي وراها كمية وبيجي وراها جمع بمعنى كثير. دينا بتسألها سؤال كمان. What's your favorite healthy food? What's your favorite healthy food? هو ايه الطعام الصحي المفضل لديك يا فريدة؟ Oh, I like chicken. أحب الدجاج. And I like fish. وكمان أحب السمك. But my favorite is mango. طعامي الصحي المفضل هو mango. We have a mango tree in the garden. كمان عندنا شجرة مانجا في الحديقة. فاكرين have يعني لدي أو أملك. I have, they have, we have, you have, لكن he has, she has, it has, my father has. يعني أي مفرد has, أي جمع ومعاهم الضمير I كمان have بمعنى أمتلك. I have two eyes, I have two hands. He has 10 fingers. He has a mango. هو عنده مانجاية واحدة. فريدة has a mango tree in the garden. فريدة عندها شجرة مانجا في الحديقة المنزل. دينا بتقول I love mango too. بحب المانجا أيضا. We don't have a mango tree. ما عندناش شجرة مانجا. Don't have. I don't have. أنا لا أملك. We don't have. نحن لا نملك. ما عندناش. They don't have. هم لا يملكون. You don't have. أنت لا تملك. طيب بالنسبة لي he doesn't have. She doesn't have. دينا doesn't have a mango tree in her garden. دينا ما عندهاش شجرة مانجا في حديقتها. She has عندها ايه؟ A lime tree. Lime tree يعني شجرة ليمون لونه أخضر. And a lemon tree. A lemon tree. وكمان عندها شجرة ليمون لونه أصفر. Lime ليمون أخضر. ليمون ليمون أصفر. We have a lime tree and a lemon tree. lemon خلي بالك اوعى تقولها حاجة تانية غير lemon. lemon الأو ما بننطقوش. lemon tree. My uncle grows onions. عمي أو خالي بيزرع البصل. onions onions. سؤال يا مستر ليه ضفنا اس الجروز؟ ده بريزنت سيمبل مضارع بسيط بيعبر عن هابتس عادات روتينز اعمال متكرره. ماي انكل سنجلر مفرد وخد نفس سنه رابعه. هي وشي وات واي اس مفرد لازم اضيف للفعل اس. ماي انكل جروز اونينز. هي جروز اونينز. She grows onions. لكن I grow onions. We grow onions. They grow onions.
you grow onions. مستر نصري grows onions عشان singular مفرد and potatoes بطاطس. He has chickens too. وكمان عنده دجاج. لسه قايلين من شوية he وشي وإت has لديه أو عنده. He has chickens too. هو عنده كمان دجاج. He collects fresh eggs every day. بيجمع البيض الطازج كل يوم. Sometimes في بعض الأحيان he sells sell ولا sells. أيوة sells. ليه طيب؟ عشان فيه قبلها. He sells them at the market. هو بيبيعهم في السوق. سل يبيع يشتري يعني ايه؟ باي. طب ينفع اقول he buys eggs at the market؟ المعنى يختلف يا مستر. في فرق بين البيع والشراء. هنا he sells هو بيبيع. he sells eggs at the market. كده المحادثة خلصت. تعال اسألك دلوقتي. انا هقوم بدور دينا وانت تقوم بدور فريدة. يعني انا هتكلم كأن دينا وانت هترد عليا. What's your favorite food فريدة؟ I love chocolate too but it isn't healthy is it؟ What's your favorite healthy food؟ I have mango too. We don't have a mango tree. I love mango too. We don't have a mango tree. We have a lime tree and a lemon tree. Excellent أبطال. سؤال بقى. Does فريدة think chocolate is healthy؟ هل فريدة بتعتقد ان الشوكولاتة صحية؟ قالت ايه هي؟ It's healthy if you eat a little. It's healthy يعني هي صحية if you eat a little لو اكلت قليل. It is unhealthy if you eat a lot ولكن غير صحية لو اكلت الكثير منها. فريدة's favorite food is chocolate. طعام فريدة المفضل هو ايه؟ chocolate. True. Dina doesn't like chocolate. Doesn't like. لا تحب. Dina لا تحب الشوكولاتة. False. فريدة's favorite healthy food is fish. طعام فريدة الصحي هو السمك. هي قالت I like chicken and I like fish. But my favorite is mango. يبقى false. فريدة has a mango tree in her garden. True. عندها شجرة مانجا في حديقتها. دينا has a mango tree in her garden. نفتكر دينا قالت ايه؟ قالت we have a lime tree. عندنا شجرة ليمون لونه أخضر and a lemon tree. But we don't have a mango tree. كلام ده false. فريدة's uncle buys eggs at the market. عم أو خال فريدة بيشتري البيض في السوق. هو قال لنا sells بيعمل إيه؟ بيبيع. يبقى الكلام false. مستر نصري loves you so much. لسه هنكمل. Asking about favorite food. السؤال عن الطعام المفضل. What's your favorite food? That's easy. It's chocolate. What's your favorite healthy food? Oh, I like chicken and I like fish. But my favorite food is mango. What about you? What's your favorite food? A little plus uncountable noun. بعد
a little قليل كمية. I look and write. انظر واكتب. نصيحة مني حبيبي، اقرأ الكلمات كويس جدا جدا، اعرف معانيهم، وبعد كده write your answer، اكتب اجابتك. beans beans فول. carrots carrots. gather chocolate chocolate. شوكولاتة coconuts coconuts. جوز الهند eggs eggs. bite lemons lemons. ليمون أصفر limes limes. ليمون أخضر onions onions. بصل pineapples pineapples. apples تفاح pine شجرة الصنوبر شجرة الكريسماس. لكن لما يجوا كلمة واحدة pineapple pineapple بمعنى أناناس أناناس. number one lemons. number two eggs. number three carrots. number four chocolate. number five coconuts. number six beans. number seven limes. number eight onions. number nine pineapples. You are so excellent. Mr. Nasri loves you so much. Look and put the pictures in the correct order. انظر وضع الصور في الترتيب الصحيح. Number one. She plants a lemon seed. She plants a lemon seed. بتزرع بذرة الليمون. Number two. Yes, she waters the plant and the plant grows. بتروي النبات والنبات بيعمل ايه؟ بيكبر. Letter F. Yes. Letter B. letter E. هناخد الخطوات دي بالتفصيل دلوقتي. letter A letter D. ايه اللي حصل دلوقتي؟ تعال نشوف كده مع بعض. she plants a seed. هي زرعت بذرة. and the plant grows. والنبات كبر. that's called germination. فاكرين عملية الانبات. She waters the plant every day. بتروي النبات كل يوم. And the roots grow under the soil. الجذور بتنمو تحت التربة. The plant grows flower. النبات بينمو زهور. And the flowers become lemons. الزهور دي بتصبح ليمون. She collects the lemons. هي بتجمع الليمون. she makes delicious lemonade. lemonade عصير ليمون، او ممكن اقول lemon juice. lemon juice. تعال نقول الخطوات تاني. she plants a seed. the plant grows flower. the plant grows lemons. she collects. هي بتجمع lemons. she makes delicious lemonade. she makes delicious lemon juice. do you grow fruit at home? yes I do. I grow some mangoes in my garden. We grow mangoes in our garden. We grow lemons in our garden. We grow potatoes in our garden. We grow tomatoes in our garden. What about you? Yes.
يلا مع بعض نقرأ كلمات، نحفظ الكلمات مهمين جدا، كلمات يعني مش جديدة، خدناهم في سنة رابعة وتالتة. بناناس بناناس، بينز بينز، كيكس كيكس، كاندي كاندي، شوكليت شوكليت، كوكوناتس كوكوناتس، eggs eggs، production production، dinner dinner، some some، lemons قلنا الليمون الأصفر، limes الليمون الأخضر، mangoes mangoes، milk milk، onions onions، pineapples pineapples، rice rice، chickpeas chickpeas، chick يعني كتكوت، peas يعني بسلة، بسلة الكتكوت يعني no، chickpeas كلمة واحدة، حمص الشام، yes، farm farm، table table، any، some يعني بعض بتيجي في الجملة المثبتة، I have some lemons، لدي بعض من الليمون، مع الجمع I have some water، مع الكمية I have some water، معي بعض من المياه، any بتيجي في الجملة المنفية، I don't have any lemons، مش معايا أي ليمون، I don't have any water، يعني هما الاتنين بييجوا مع الكمية وبييجوا مع الجمع، الاختلاف إن any بتيجي في السؤال وسام بتيجي في الجملة المثبتة، يعني لما أسأل سؤال وأقول is there any ولا some water، is there any water، علشان ده سؤال، سؤال كمان are there any ولا some lemons، ده سؤال يا مستر، يبقى أستخدم any، are there any lemons، يبقى في حالة السؤال any، في حالة الجملة المنفية any، سام بستخدمها في حالة العرض والطلب، تمام، هناخده في الدرس التاني ان شاء الله. would you like some tea، plant planted، eat ate ate، drink drank، count counted، there is there was there are there were، read and fill، دورك دلوقتي تحل، توقف الفيديو تكتب اجاباتك في التعليقات، read and fill، a little قليل، isn't يعني لا يو لا يكون، chocolate شوكولاتة، what ما او ماذا، دينا excellent، what's your favorite food فريدة، that's easy it's chocolate، I love chocolate too but it isn't healthy، ليس صحيا، I think it's okay to eat a little، ناكل قليل صحي طبعا، ولكن لو اكلنا كم كبير هيبقى غير صحي، unhealthy، rearrange the following words to make meaningful sentences، نرتب الكلمات علشان نحصل على جمل مفيدة، my حاجة امتلكها او شخص امتلكه، my uncle عمي او خالي has chickens، my favorite my favorite healthy food is fish، طعامي الصحي المفضل هو السمك، it's okay to eat a little chocolate. It's okay to eat a little chocolate. What's your favorite health food? Excellent. We grow بنزرع ايه؟ Onions and potatoes. My uncle collects بيجمع ايه؟ Eggs every day. It's healthy to eat a little chocolate. Banquet weight علامات الترقيم، الحرف الأول capital apostrophe s، في حاجة تانية
اف بتاعت مين؟ فريدة. في النص يا مستر او في الاخر حبيبي؟ اسم الاشخاص، اسم المدن، اسم الدول، حرف الاخر الاول لازم يكون كابيتال، حتى لو في الاخر، حتى لو في الاخر. I don't have a mango tree. I capital apostrophe full stop. I don't have a mango tree. الاسم ممكن يكون مفرد وممكن يكون جمع. مفرد يعني لازم يكون قبله one او a او an. an قبل المفرد اللي بيبدأ بصوت متحرك ال a e i o u. an apple, a chair, a pen, a teacher. ليهم مفرد يبقى ليهم جمع. هنحذف an ونقول apples بنضيف s، a chair chairs، pen pens، a teacher teachers. الكلمة في اللغة الإنجليزية لا تدل على عدد، علشان كده لازم أحط لها a أو an عشان تتحول مفرد، وأضيف لها s في الآخر لو جمع منتظم. أحمد is a doctor. She likes a banana. I rode elephant, an elephant. I bought a new mouse. mouse واحد، ال n consonant يبقى a new. she eats، دي جمع يا مستر مش هينفع لا ولا an. كلامك صح. fill in the gaps. grow يعني يزرع. check bees حمص. eat يأكل. farm مزرعة. هاني is a good boy. he helps his father at the، هو بيساعد بابا في ايه؟ مزرعة farm. they fruits and vegetables، بيزرعوا اكيد يبقى grow. they plant، زرعوا ايه؟ بيزرعوا ايه؟ check bees، حمص الشام يا مستر. bees بسلة بس. check كتكوت. check bees حمص الشام. when check bees grows، عندما ينمو. they sell them to the supermarket، بيبيعوهم للسوبر ماركت. we take the check bees from، بنأخذ الحمص من اين؟ farm مزرعة. there are في جمع check bees، يبقى لازم استخدم some. طب ليه ما خدناش any؟ دي جملة مثبتة مكتوب are، لو في aren't كنا خدنا any. my dad grew lemon tree، واحدة بس ودي جملة مثبتة يبقى استخدم a lemon tree. I don't have، في not يا مستر يبقى لازم تستخدم any. I don't have any grapes. we take the check bees from the farm to the dinner table. طبعا بنأخذ الحمص من المزرعة حتى إلى ترابيزة العشاء. مستر نصري loves you so much. don't fear. مستر نصري زهير. لو عجبك الفيديو شيره مع أصحابك، ولو في أي تعليق حابب تكتبه اكتبه صراحة. مستر نصري loves you so much.